ونعمل ونقف في الطريق في مطاعم عشان ناكل ونمشي، وكنا ندخل في مطعم نلاقي عليه يافطه مكتوب عليها ممنوع دخول السود، ممنوع دخول الكلاب. يعني دي انا شفتها قدام عيني في وقت من الاوقات، زي ما انا النهارده شايف قدام عيني ان اوباما هو رئيس جمهوريه امريكا. فده كان مشوار طبعا دفع ثمنه ناس كتير قوي، طبعا منهم مارتن لوثر كينج اللي هو نادى بالحريه للافارقه اللي عايشين هناك. وعلى فكره احنا مشينا في المارشات بتاعته يعني في 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 اواخر الستينات. وانا فاكر يوم ما اتقتل كان عندي انا حفله بره شيكاغو، كنت بحاول ان انا ارجع بيتي، ما كنتش عارف من الطرق كلها كانت مقفله، وكان اضرابات جامده جدا، وكانت الدنيا كانت مقلوبه. المهم موسيقى الجاز بقى ابتدت يعني من اوائل القرن اللي فات، وبعد البلوز طلعت حاجه اسمها الديكسي لاند، وطلعت حاجه اسمها السوينج، وطلعت حاجه اسمها البي باب، وبعدين طلعت حاجه اسمها الكول جاز في الخمسينات. ابتدى ناس زي مايلز ديفيس، كان اول مره موسيقى الجاز تتقدم في المسارح، لان هي زمان كانوا بيقدموها في الشوارع، لحد ما الناس بقى بتاعت البيزنس اللي هي بتعرف تشغل مخها قال لك الناس دي لابي الناس بتلم حواليهم، فقال لك ندخلهم جوه واللي عايز يخش يتفرج عليهم يدفع لنا اي حاجه يعني، فبقى يلبوا عليهم فلوس. فابتدت العمليه ايه البيزنس جه، بس الفن جه اساسا ما اتعملش. يعني عشان انا بقول الكلمه دي عشان الناس يجي اقول لك ايه، الناس في مصر ما بيفهموش في الفن، وفي امريكا ده الجاز بتاعهم والمزيكا ده كلام، ده كلام فاضي خالص. يعني الامريكان عموما يعني زيهم زي اي حد. وانا من رحلاتي حوالين العالم كله بشوف الناس كلها تقريبا واحد في اي بلد، وفي كل بلد في ناس بتتذوق وناس لا تتذوق على حسب يعني نشأتها وثقافتها وحبها لايه والى اخره. هي عموما موسيقى الجاز النهارده طبعا مع التغييرات ومع كل التطورات اللي حصلت لها بتعتبر موسيقى الانسان المعاصر، اللي هو بيبقى عايز يعيش بحريه، متفتح، سوي. بتلاقي في زي ما تقول عوامل مشتركه بين الناس اللي بتحب هذا النوع من الفن النهارده في اي حته في الدنيا، متقاربين في ثقافاتهم، في افكارهم، في ذوقهم. بعد كده بقى الستينات السبعينات جت، بعد افنجارد في الستينات جت في السبعينات، ابتدى يحصل نوع من الخلط ما بين موسيقى الجاز وموسيقات اخرى. طلع ما حاجه اسمها الكلاسيكال جاز، وده عباره عن مزج ما بين الموسيقى الكلاسيكيه وموسيقى الجاز، واشتهر قوي واحد فرنساوي اسمه